مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. وحشتونا جدا جدا، بنستكمل حلقات برنامجكم بدون سابق انذار. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بموجز اخبار الاسبوع. رجعنا لكم بموجز أخبار الأسبوع. عندنا تحرك ضخم وغير مسبوق يستهدف 76 مسجدا ستنفذه أجهزة الأمن الفرنسية خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان عبر تغريدة على تويتر. ويقع 16 مسجدا منها في باريس، في حين يتوزع 60 مسجدا آخر في أنحاء فرنسا. حولت إسرائيل الأربعة أكثر من مليار دولار تشكل مستحقات مالية الفلسطينيين ناجمة عن عائدات ضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية في أول إجراء ملموس بعد حوالي أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين. شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف برئاسة نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة في قافلة سكانية وندوة بقرية الأنصاري بمركز إهناسيا في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي ترعاها وزارة التنمية المحلية. أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين للجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب، موضحا أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 فأنه عند انتهاء مدة ال4 سنوات ستلتزم الجهتين المنتدب منها وإليها الموظف تيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمنع الجهة المنتدب منها الموظف لإصدار قرار بإنهاء خدمته لانقطاع طالما كان الموظف قائما بعمله بالجهة المنتدب إليها. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إفريبيل ورقة سياسات تحت عنوان المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد المصري والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية، وذلك لتقدير أثر الإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021. عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن حزنها من حالة الهجوم التي تتعرض لها واتهامها بتعذيب الحيوانات من أجل جذب الملايين من المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عرضة الحلقة الثانية برنامج صبايا الخير على قناة النهار واللي قامت خلالها برحلة برية مع مجموعة من الصيادين لاصطياد الذئاب والثعالب. افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج معرض مراكب المصور لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة الأقصر بقاعة العرض الرئيسية بمقر كلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة بالدراسات العليا والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والدكتور محمد عبد الستار نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتورة زينب محمود القائم بعمل عميد الكلية والفنان الدكتور وليد محمد عبد الله بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر وجمع كبير من طلاب الكلية. أكدت وزارة التربية والتعليم وأيضا التعليم الفني أن الدراسة مستمرة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس وبين الطلاب، موضحة أنه لا توجد أي نية لوقفها حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول، وأن الدراسة تتوقف فقط في المدارس التي تعقد فيها جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وهذه المدارس يحددها المحافظ في نطاق محافظته مع استمرار الدراسة في جميع المدارس. قناة السويس تسجل إيرادات ضخمة توجه لدعم الاقتصاد الوطني.
الإيرادات تتخطى حاجز النصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات. ارتفاعات متتالية في عام 2016 وإجمالي إيرادات القناة يتجاوز 90 مليار جنيه في عام 2019-2020. تمام، نطلع فاصل ونرجع معاكم مرة تانية بفقرة 3 فوق و 3 تحت. رجعنا معاكم بعد الفاصل، عندنا فقرة 3 فوق و 3 تحت. نور الشربيني تتوج بلقب مصر الدولية للإسكواش وتستعيد صدارة التصنيف العالمي. توجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة ثانية عالميا لسيدات الإسكواش ببطولة سي آي بي مصر الدولية، والتي تستضيفها أهرامات الجيزة كأحد أكبر البطولات البلاتينية في عالم الإسكواش، وهي أعلى فئة بطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 270 ألف دولار. طبعا ألف مبروك يا نور، وانت نموذج مشرف لكل سيدات مصر، وبتمنى من كل سيدات مصر ان هم يحطوا لنفسهم اهداف واحلام وطموحات ويسعوا عليها ويعتبروكي مثل اعلى ليهم علشان يكبروا ويبقوا حاجة كبيرة في البلد. معانا كمان من 3 تحت، مشادة بين طالبتين بالشتائم والأيدي داخل مدرج كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، المشهد الذي تحول إلى حالة فوضى بمكان تلقي العلم، حيث دخل الأمن للتفرقة بينهم وتم تحرير مذكرة بالواقع وتحويلهم للشؤون القانونية. طبعا يعني ده مثل غير مشرف أبدا للتعليم وللطلاب في الكلية، يعني ده مكان تعليمي المفروض أن بيتم فيه بيكونوا الطلاب يعني متربيين محترمين وعلى خلق. ازاي وصلت بيهم المرحله ان هم يتخانقوا مع بعض ويشدوا شعور بعض ويبهدلوا بعض في 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 مكان في حرم جامعي. طبعا دي حاجه مؤسفه جدا، وبنتمنى ان هم يتخذوا الاجراءات الفوريه معاهم علشان يبقوا عبره لكل حد ممكن يعمل زيهم او يقلدهم داخل الحرم الجامعي. طبعا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، المشادة قوية جدا والناس عمالة تفرق بينهم وعمالة يعني تفصلهم عن بعض. ايه ده؟ تمام، الناس بتفصلهم عن بعض علشان خاطر المشكلة دي تتحل. تمام، عندنا من 3 فوق تاني، قرر البنك المركزي بضم شركات المقاولات لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي، وطبعا يمثل هذا القرار مجموعة من الإيجابيات، منها تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات، توفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها والتشجيع على الاستفادة من المبادرة، وزيادة نسبة العمالة بالقطاع فضلا عن خدمة 90% من العاملين فيها تقريبا. عندنا في سلبي 3 تحت، روى شهود عيان في واقعة انتحار زوجين تحت السن بمنطقة الجيزة قفزا من شقتهما في الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعهم على الفور. كشف أحد شهود العيان إنهم لا يمر زواجهم على شهرين، وإنهم اتجوزوا طبعا عن طريق محامية لأنهم تحت السن القانوني، ودايما بيسمعوا أصواتهم وأصوات خلافاتهم. وكشف كمان أحد شهود العيان أيضا أنه سمع سقوط المجني عليها ونزل زوجها لينقذها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فصعد إلى شقته وألقى بنفسه أيضا. عندنا من 3 فوق، تحيا مصر بيحطم الرقم القياسي الثالث بأكبر قافلة شاحنات في العالم، حيث سجل رقمين. الأول خاص بأكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية 300 ألف صندوق، والثاني بالتبرع لأكبر كمية من الدواجن 2 مليون كيلوغرام. رغم اشتراطات جينيس الدقيقة جدا، وجرى التقدم للحصول على رقم قياسي ثالث بعد تسجيل أكبر قافلة شاحنات في العالم 470، لتكسر الرقم الهولندي المدرج في الموسوعة العالمية.
عندنا من 3 تحت. أعلنت وزارة الصحة يوم السبت الماضي عن ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى 431 حالة إيجابية، فالأعداد في تزايد مستمر يوما بعد يوم. لذلك نناشد المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم. هنطلع بفاصل ونرجع معكم مرة تانية بموضوع مهم جدا، استنونا. رجعنا معكم مرة تانية وموضوع الفقرة النهاردة عن الجواز الفاشل. تفتكروا يا بنات الجواز الفاشل اللي هو كله ملل ومشاكل وخلافات وعدم تفاهم سببه ايه؟ سببه الزواج المبكر ولا التسرع في الجواز، بما ان في ناس كتير بتقول اتجوزي عشان القطر الجواز هيفوتك وهتعنسي والكلام اللي احنا بنسمعه ده، ولا بسبب عدم التفاهم، ولا الزواج التقليدي، ولا السوشيال ميديا واثارها في تفرقه الشخصين في الجواز؟ تقريبا دي كلها اسباب يا هدير، دي كلها اسباب. خلينا نمسك سبب سبب ونشوف الجواز التقليدي. طبعا ما بيبقاش فيه اي حب ولا اي نوع من المشاعر، فبالتالي ان هتلاقي الاثنين بيقفوا لبعض على واحده، هتلاقي هي مستنيه له غلطه هو مستني لها غلطه، مع اول غلطه مش هتغفر له، هتلاقيها بتبقى عايزه تنفصل، فده بيبقى من دواعي الزواج الفاشل معنويا ونفسيا. ممكن كمان يا هدير ان كل واحد بيتلكك للتاني على غلطه، صح. اللي هو انا مستنيكي تغلطي علشان انا اقول لك يلا انت بالسلامه كده. مظبوط، ده حقيقي. تاني نقطة اللي هو الجواز المبكر. طبعا بيبقوا اتنين يا جماعة تحت السن القانوني مش فاهمين يعني ايه مسؤولية علشان خاطر تحملوهم المسؤولية دي، مش فاهمين يعني ايه جواز، مش فاهمين يعني ايه المرحلة اللي هم داخلين عليها، فطبيعي جدا هتلاقوهم اللي هم مش عارفين هو ايه ده، انتوا مدخلينهم على حياه هم ما يعرفوش عنها اي حاجه، وطبيعي هتنتهي بالفشل. اكيد. غير ان البنت كمان بيبقى عليها خطوره جدا بالنسبه للناحيه ان هو لما تحمل بعد الجواز ده ممكن يكون فيه عيب خلقي، لان هي اكتمالها او نموها لسه ما نضجتش، او مزبوط. الاكتمال الصحيح ليها يعني. مظبوط. وبرده السوشيال ميديا، السوشيال ميديا يا جماعه في اخر فتره اثرت على الجواز بشكل سلبي جدا. بقى كل واحد لو لاحظتي كل زوج وزوجه ماسك تليفونه ومركز في تليفونه وناسي زوجته، ما بقاش يتكلم معاها زي الاول، ما بقاش يناقشها، ما بقاش في حاله ملل وبرود، وده كمان بيؤدي الى الخرس الزوجي. يعني ما بيبقاش قاعدين جنب بعض، بس كل واحد في وادي، كل واحد مع نفسه، هي ماسكه التليفون بتكلم صاحبتها، هو ماسك التليفون وبيلعب مثلا بابجي او اي حاجه مع اصحابه، فهتلاقيهم كل واحد ليه دنيا، فده بيعمل فجوه كبيره قوي بين الزوج والزوجه، بيخليهم ان هم يحسوا ان هم ملوا، زهقوا من بعض. مش بس كده، حتى الاولاد لو في اولاد في البيت كمان ده بيخلي مفيش ترابط اسري، وده اللي احنا بنشوفه بسبب السوشيال ميديا. طبعا الاطفال بيشوفوا والدهم ووالدتهم بعاد عن بعض، فبيكبروا ان هو ده عادي، مش واخدين بقى على الحب والتفاهم والسياسه والمشاركه، مش فاهمين يعني ايه مشاركه، حتى لما بيكبروا بيبقى نسخه من مامتهم وباباهم بالظبط في التعامل مع الناس، بيبقوا برضو منطويين كل واحد مع دنيته، حتى لما بيبقوا قاعدين مع اصحابهم تلاقي كل واحد ماسك تليفونه. بالظبط، صح. وبرضو في الفتره الاخيره سمعنا ان في ناس كتير قوي بتفضل تقول للبنات انت هتتجوزي امتى، هنفرح بيكي امتى. ده اكتر حاجه غلط بقى، ده أكتر اللي بوظ حاجة الدنيا. ويمكن ده اللي بيخلي يا بنات ان في ناس بيتجوزوا عشان خاطر الكلمه دي بس. مزبوط. اللي هو انا عاوز اخلص بقى من الزن على الودان ده، سواء جيران او اهل، اللي هو يلا يا بنتي بقى عاوزين نفرح بيكي، يلا يا بنتي تخطبي بعد الخطوبه، يلا يا بنتي اتجوزي، طب بعد الجواز يلا يا بنتي بقى هتنعي نفرح بيه. ايوه دي حقيقه. فبتبقى اللي هو ما تحت ضغط، تضطر ان هي تبقى بين حلين، يا اما هتتجوز غصب عنها وتبقوا مع اول حد هيجي لها هتوافق بيه وهيبقى في بينهم مفيش تفاهم، مفيش مشاركه، وهيبقى الموضوع مش حلو وبرده هتتطلق، يا اما هتفضل زي ما هي معقده من الجواز وبرده نفسيتها مضغوطه من كتر كلام الناس عليها، اللي هو انت زي ما اتجوزتيش لحد دلوقتي، ده اللي قدك اتجوزوا وخلفوا. طبعا الناس دي بتجرحها بالكلام، وده يعتبر يصنف من ضمن التنمر لانه بيجرح مشاعر البني ادم. اكيد بيجرح مشاعرها وبيقلل من شخصيتها ومن نفسيتها، بتبقى مدمره نفسيا لدرجه ان هي يعني ممكن تستنى اي لحظه كويسه ان حد يجي يتقدم لها، خلاص انا موافقه. بس لو الاهل بقى وراها في ظهرها
الموضوع هيختلف تماما. دي حقيقه. بس يعني دايما دلوقتي الاهل بيبقوا يلا عشان تتجوز بصي اللي قدك اتجوزه وخليه صح، بصي مش عارف ايه، بصي صاحبتك الفلانيه اتجوزت دي اصغر صح. منك واتجوزت وخلفت، لا وخلفت كمان. فطبعا البنت بتفضل تبص على نفسها، طب هو انا بجد القطر الجواز هيفوتني؟ طب هو انا فعلا لو انا ما اتجوزتش الناس هتقول عليا معنسه؟ الناس هتقول عليا مش كويسه؟ لان دايما الناس بتحكم الحكم السلبي على البنت اللي لسه ما اتجوزتش. يا ترى ما اتجوزتش ليه؟ يا ترى خطوبتها فسخت ليه؟ الناس دايما بتحكم. والله الناس دايما بتتدخل في شؤون حد في حاله. مظبوط، محدش بيسيب حد في حاله، الكلام ما بيخلص. دي حقيقه. فبالتالي ان هي بتضطر ان هي تضغط على نفسها وتتجوز جواز تقليدي. فلما بتتجوز جواز تقليدي بتلاقي نفسها ان هي وصلت للمرحله الاخيره من الـ التفاعل مع جوزها، اللي هو انا مش عارفه، هي مش عارفه تتقبله، مش عارفه تتقبله كزوج. فبس بتبقى يعني بتتعامل بقى معاه اللي هو ببرود، بتبقى واخده جنب، بتبقى مش حاسه بيه، بيبقى في بينهم مشاحنات، مشاكل، مش عارف ايه. وكل ده بيأثر عليها كمان. بالظبط. واكتر حد بيتأذي كمان يا جماعه اللي هم الاطفال، خصوصا لو طفل لسه صغير اكيد بيطلع عنده عقده من الموضوع ده، وممكن بدرجه كبيره جدا ان هو ينفذه مع مراته فيما بعد. فيعني فلازم يبقى في الجواز زي ما بتقولي كده، يبقى عن اقناع. كده ما كانش ينفع. هو المفروض يا جماعه ان انتوا لو داخلين الجواز ده مش عشان تتبسطوا فيه وتتمتعوا فيه وتحسوه افضل حاجه في الدنيا، من البدايه ما تدخلوش وتخشوا في علاقه انتوا ممكن تندموا عليها بعدين، ومش هتندموا لوحدكم، لا هتندموا لكم كمان وهتشحططوهم معاكم والاهل كمان. مظبوط. فليه نوصل للمرحله دي لما انت في البدايه في ايدك القرار؟ صح. انت اوعي تاخدي القرار في حاجه انت مش مقتنعه بيها مهما كان. بالزبط. مهما الناس ضغطت عليكي. صح. ومهما قالتك لا اتجوزي عشان القطر الجواز هيفوتك، اتجوزي عشان انت كبرتي، اتجوزي عشان اللي قدك اتجوزه وخلفه، ما تسمعيش كلام حد، لان دي حياتك انت وانت بس اللي هتعيشيها. فخليكي عارفه كويس قوي ان الحياه الجواز ده حاجه جميله، ولو انت مش هتخشيها عشان تحسي وتتبسطي فيها وتعيشي حياه جميله من البدايه ما تخشيهاش. وكذلك الكلام للاهل، ما تضغطوش على اولادكم كفايه اللي هم فيه، هم بيبقوا مضغوطين نفسيا ومن جواهم بيبقوا بيمروا بحاجات الاهل ما بتكونش عارفاها. مظبوط. وفي تغييرات كتير قوي في يعني لما بيكبروا بيبقى في تغييرات برضو يا هدير. صح. هم مش عارفين حاجه زي كده. صح. فيمكن عشان كده بيضغطوا، لكن لو الاهل مصاحبين ولادهم زي ما انا قلت لك يا هدير قبل كده، الموضوع هيختلف تماما. هو انا فاهمه الكلام ده يا جماعه، بس انا بتكلم ان هم ما بيبقوش حاسين ببنتهم فعلا، ممكن تكون يعني ايه اللي هي الناحيه المعنويه نفسها. مزبوط. اصلا بتكون متدمره. بالزبط. يا جماعه يعني تمام. هو الموضوع فعلا كبير قوي يا هدير، محتاج ان احنا نقعد نتكلم فيه كتير قوي. مش هيخلص الكلام فيه. بالزبط. ولكن هنطلع لفاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعرض فيديو رسالة المسؤول، تعالوا نشوفه مع بعض. الصناعات الكيماوية بطلخة ومحافظة الدقهلية، في شهر 4 بالظبط، في شهر 4 حصل عطل، الله أعلم بقى بصراحة، الله أعلم بقى بفعل فاعل، الله أعلم بمجهول من غير مجهول. المشكلة اللي احنا فيها اللي احنا بنتدبح من شهر 4، احنا من شهر 4 بنموت. من شهر 4 عجلة الإنتاج واقفة. من شهر 4 بنناحي وبنقول احنا ولا طالبين فلوس زيادة، ولا طالبين علاوة، ولا طالبين قرش يخش جيوبنا زيادة. كل اللي احنا طالبينه مصنع زي ده اللي السداد قال عليه مارد، اللي مصنع زي ده كان بيدخل للشركة، كان بيدخل لمصر مليارات وملايين، وبيدعم الفلاح وبيدعم وزارة الزراعة. دلوقتي لما وقع الكل بينهش فيه، من أكبر مسؤول لأصغر واحد، الكل بينهش فينا، الكل بينهش في لحمنا،
الكل بينهش بقالنا 8 شهور ولا 9 شهور بينهشوا في لحمنا، بيصبرونا شويه يقولوا تحديث وشويه يقولوا لا استنوا شويه، شويه يقولوا تطوير وشويه يقولوا استنوا شويه. ودلوقتي ظهر لنا ان المحافظ اللي المفروض يحافظ على اهل المنصوره جاي دلوقتي عايز يقعد 2500 عامل في قلب بيوتهم، 2500 عامل عماله مباشره و10000 عماله غير مباشره واسرهم يا سياده المحافظ سؤال، هتستفاد ايه؟ 350 فدان، 350 فدان هتستفادوا من الارض؟ الوزاره هتستفاد ايه 350 فدان؟ ليه؟ طب والناس ديت 2500 عامل طبعا يا جماعة زي ما شفتوا كده في الفيديو الناس بتستنجد بيكم ان هم عايزين في 2500 عامل هيقفوا عن العمل ومش هيلاقوا شغل. طب الناس دي ذنبها في 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 مع مين؟ ايوه صح انت عندك حق، لازم لازم طبعا ان يبقى في طبعا تدخل سريع جدا لحل المشكلة دي بالظبط، علشان بيوتهم حتى واكل عيشهم ما يقفش، يبقى نراعي ده. طيب هنعرض النهاردة موضوع يا بنات عن موضوع المومياوات اللي هتتنقل من المتحف المصري للمتحف القومي. الموضوع جميل قوي، انا جدا حتى ميدان التحرير، ولو شفتوا واجهة العمارات كلها واحدة. هنقرا الاخبار مع بعض ونعلق عليها سوا. اوكي تمام. موكب المومياوات الملكية حدث عالمي سيشهده العالم اجمع، وهو نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وده هيكون عرضها الدائم فيه. طيب ايه اللي هيحصل؟ علشان كده بتقوم وزارة السياحة والآثار بالتجهيزات النهائية لهذا الحدث علشان يليق بعظمة وعراقة الحضارة المصرية. طبعا فده لازم يكون فعلا كلنا متكاتفين في ده، وكلنا نحاول نشجع تاني على موضوع تنشيط السياحة تاني مرة تانية. حتى جاء موضوع كورونا يا بنات أدى إلى أن السياحة بقت قليلة، يعني ما بقاش فيه السياحة زي ما كانت موجودة، مش بس في مصر ده، لأ في كل الدول. فاحنا بالحدث ده هنخلي ان السياحه ترجع تاني. اكيد في احصائيات عندك يا ساره صح؟ اكيد موجود احصائيات. قولي لي على الاحصائيات. خط السير هيكون فيه 22 موميا تمام و17 تابوت ملكي اوكي، ترجع الى عصر الاسر ال17 لحد الاسره ال20، يعني ال17 و18 19 وال20، ومنها 18 موميا لملوك واربعه لملكات. احنا كمان في فيديو قدامنا اهو بنشوفه ده نعرف. اكيد هيبقى في ده اللي كنت بقول لكم عليه، تامينات كبيره جدا. بالظبط ده طبعا حصل تقريبا حظر تجوال في القاهره علشان العرض ده يحصل. ولو تلاحظوا ان العجلات الحربيه دي شبيهه بالظبط للعجلات الحربيه اللي كانت موجوده زمان، حتى واجهات العمارات والفنادق هتلاقيها المكان اتغير تماما. المكان اتغير تماما يا ساره للافضل طبعا. ده حدث غير مسبوق بالظبط، حاجه جميله من بين المومياوات اللي منقوله دي يا بنات للملك رمسيس الثاني والملك سكنرع والملك تحتمس الثالث والملك سيتي الاول والملكه حتشبسوت والملكه ميرت امون زوجة الملك امنحتب الاول. هي دي العربيات بتمر، التوابيت دي موجود فيها المومياوات بتاعه الملكات والملوك. هيتم نقل جميعهم ل 22 سياره بطراز مصري قديم، مع وجود الخيول كمان ووجود عزف موسيقي اثري وجميل وحراري. انا سمعت كمان ان هيبقى سمعت ان في هيبقى في بنات لابسين لبس الفراعنه صح؟ وهيمشوا برده مع الموكب ده هيبقى لطيف قوي، هيبقى لطيف قوي، بحيث يكون الخروج الحدث امام العالم كله بطريقه مناسبه وبطريقه شيك تليق بحضاره مصر وبتليق بحضاره اعظم او اعرق حضاره في التاريخ. ولنقل المومياوات اعلنت محافظه القاهره حاله الطوارئ زي ما انتم شايفين في الفيديو اللي فات، وده بالتنسيق مع عده جهات طبعا علشان يتم العرض بالطريقه دي. فده كان حدث مهم جدا لازم ان احنا نتلونه في حلقتنا النهارده، ولازم ان احنا نعرض قد ايه حضاره مصر مهمه جدا وقد ايه لازم نهتم بيها بوجود المتحف المصري الكبير ان شاء الله.
هو بصراحة يعني حاجة جميلة جدا وعظيمة، ورغم كل التحديات اللي احنا مرين بيها او العالم كله مارر بيها، بس بقى في طبعا احنا عندنا حاجات حلوة بتحصل أكيد. برغم ازمة كورونا وان العالم كله مقفل في كل حاجة احنا لأ اتحدينا الصعب وعرفنا، وان شاء الله هنتقدم افضل من كده كمان. احنا بنشكر وزير السياحة طبعا طبعا كل الشكر لوزارة السياحة والرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمامات والمجهودات اللي بيعملوها، ووزير الآثار طبعا نشكره طبعا، دي حاجة بجد جميلة جدا. أكيد يا بنات، وطبعا نشكر وزارة الداخلية كل الشكر، كل الشكر لوزارة الآثار والسياحة، كل الشكر لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، كل الشكر لوزارة الداخلية. انتوا مش متخيلين يا جماعة بعد ما ده هيحصل، وبنشكر وزارة الدفاع طبعا هيتجمل ازاي وهيبقى حاجة عظيمة، والهيئة الهندسية طبعا نشكرها، وزارة الداخلية طبعا عشان كل القائمين على العمل الرائع والعظيم ده كل الشكر ليهم، عشان يعني بصراحة ده حدث عظيم جدا ما سبقش في أي مكان تاني بالزبط. هيبقى حلو مصر يعني. جدا طبعا طبعا بلد الحضارة أكيد. فالموضوع هيبقى حلو جدا، ودي طبعا مصر، ودي طبعا إمكانيات مصر بالزبط. وطبعا بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا طبعا نقدم كل الشكر لكل القائمين كل الشكر على العمل. لحضرتك تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بيقولوا لي في الكنترول عندنا نروح فاصل بس الاول ونرجع بقى بموضوع حلو جدا، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، عندنا موضوع حلو قوي قوي، طبعا انتوا عارفين انا بحب افاجئكم. قولي لنا تشوقيني يا امنية بحب انا الايجابيات الحاجات الحلوه اللي بتظهر كده. قولي لنا بقى محضره ايه؟ ماشي. احنا طبعا محضرين حاجات كتير وعندنا حاجات كتير جدا حلوة، بس خلينا نقول في الاول الف 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 مبروك للاهلي على فوزه بالبطولة 37 لكاس مصر في تاريخه، والثلاثية كاس مصر ودوري ابطال افريقيا والدوري المحلي المرة الثانية في تاريخه. هارد لك طبعا للفرق التانية صح. اللي لعبته، بس هي في الاول وفي الاخر يعني كورة، مكسب وخسارة، فمبروك للاهلي مرة تانية. الف مبروك الف مبروك. عندنا بقى حاجة تانية، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يلا بقى كلمينا، عايزين بقى عن الحاجات اللي انا اصلا متخصصه فيها. انت متخصصه يا جماعه، متخصصه في الفاشن والحاجات بالزبط. الجميله دي تعالي نسمع. انا بحب الحاجات دي. قول. ابتدت فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته الـ42، وكان طبعا يوم الاربعاء، توافدت عليه اعداد كبيره من النجوم، وطبعا كلهم التزموا بالماسكس او الكمامات عشان الكورونا. كانت حاجه مشرفه جدا برغم الصعب اللي احنا فيه، وبرغم اللي بيحصل، وبرغم الكورونا، وبرغم كل الحاجات اللي احنا بنواجهها، مش احنا وبس، ده العالم كله، العالم كله وقف كل حاجة. احنا لما يبقى عندنا مهرجان زي ده بالعظمة دي حاجة تشرف وحاجة تفرح جدا جدا. ده بيوازي في الأهمية كمان يا أمنية، ما تنسيش الموضوع اللي كنت قايلة عليه اللي هو موضوع طبعا ده برضو يعتبر مهرجان أثري بالضبط. يعني احنا بنتكلم في ان يعني حاجة حلوة جدا يعني. المهم ان طبعا في افتتح الحفل طبعا النجم الكبير تامر حسني عبر تقديمه الاغنيه بعنوان الدنيا فيلم. نروح نشوف الفيديو، فيديو صغير كده، ونرجع لكم مره تانية لافتتاح المهرجان. الدنيا اصلا زي فيلم، اكشن رومانسي دراما كوميدي، وكل واحد عنده حلم انت هيجي الدور عليه ويمضي. ما الدنيا اصلا زي فيلم، اكشن رومانسي دراما كوميدي. بجد مبهجة. واو واو واو.
كانت أغنية حلوة جدا جدا جدا. أنا شخصيا فرحت جدا بيها، بسطتني، كانت كلنا فرحنا بيها، حسينا قد إيه الفن والسينما موجودين لسه. الأغنية دي فعلا رجعت شعور لينا إحنا كمشاهدين أو بنتفرج على الأفلام والسينما، رجعت أيام زمان تاني مع المزيج او المزج باللي موجود دلوقتي. جميله جدا جدا فعلا. جدا دايما يا جماعه تامر حسني بيبقى متالق في اغانيه وفي اختياراته دايما ما شاء الله عليه. طبعا الافتتاح شهد تكريم الكاتب العظيم وحيد حامد بجائزه الهرم الذهبي لانجاز العمر، وبيكون هو اول فائز بيها. وطبعا هقول تتوجت الفنانه الجميله منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، طبعا تستحقها، وكل الناس كانت مبسوطة بيها جدا وفرحانة لها، ويمكن مش كل الناس وبس، بالأخص بقى طبعا أحمد حلمي. بان كمان طريقة تشجيعه ليها كانت باينة جدا، ويمكن السوشيال ميديا اتقلبت قوي بالموضوع ده. الصورة كده ما بينهم، بس للأسف الصورة مش معانا، بس الصورة كانت جميلة جدا. بس أكيد معظم الناس شافتها يا جماعة، هي كانت صورة قد إيه الحياة مشاركة، قد إيه إنك تشارك مراتك وشريكة حياتك وتدعمها وتحب لها الخير. صح، وتحب لها طبعا الخير ويشجعها طبعا ويبقى سند ليها. الموضوع حلو جدا، بيفرح وبيدي كده بوزيتيف انرجي، ومعنوياتها بتبقى مرتفعه. لان نجاحها يا امنيه من نجاحه، من نجاحه طبعا طبعا طبعا. احنا بقى يعني خلصنا الحاجات اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها في المهرجان، نخش بقى على الفساتين. ايوه يلا هنتكلم بقى دلوقتي عن احلى الفساتين واجملهم اللي كانت في المهرجان. طبعا احنا ما كانش لينا مصادر هناك للاسف، عملنا سيرش على السوشيال ميديا وعرفنا اراء الناس في اجمل الفساتين. التقييم مش تقييمي ولا تقييم حد فينا، التقييم تقييم الناس اللي كانت على السوشيال ميديا وقالت قد ايه الفساتين كانت حلوه. عندنا اول فستان لايمان العاصي، ممكن تشوف الفستان. الفستان كان جميل جدا جدا، عجب ناس كتير جدا، وسامبل اهو بنوته قمر جميل جدا عليها ما شاء الله، حلو شكلها بنوته كده جميله. وسامبل كان الفستان حلو قوي، ليدي جدا روعة. الفستان كان حلو جدا عليها، وناس كتير جدا عجبتهم الفستان وحبوه. عندنا شيرين رضا كمان، طبعا دي قمر في اي حاجه، هي عايزين نعرف مهما تكبر ما بيبانش عليها زي القمر. اي حاجه تلبسها لايقه عليها، احنا طبعا ما نقدرش نتكلم حتى اللون مبهج جدا عليها ما شاء الله، شكلها جميله جدا. ناس كتير حبت الفستان ده وقالت ان شيرين رضا قمر في اي حاجه تلبسها مهما هو حلو جدا ما شاء الله يا جماعه فعلا. وعندنا كمان هبه مجدي، الفستان حقيقي ما حدش اختلف عليه نهائي من الناس. الجميله دي الجميله فعلا بتاعت السن، حبوا الفستان جدا جدا وانبسطوا بيه. وزي ما انتم شايفين كده الفستان قد ايه رقيق وسامبل فعلا. عندنا بقى برضو مش عارفه اقول عليها ايه، بس الرقيقه الاموره رايا ابي راشد، طبعا الفستان كان جميل عليها جدا، وكانت زي القمر وكان هادي وكان سامبل، ما كانش فيه اي تكليف. عندنا كمان فستان دره طبعا، ما حدش عامله زي سندريلا طبعا. احنا مش هنتكلم عن فساتين دره وحلاوتها طبعا، مفيش مره بصراحه ولا اي فستان ليها في اي مهرجان ما كانش حلو، ما كانش ملفت، والناس كلها كانت مبسوطه بيه جدا. وعندنا كمان باربي هنا الزاهد هنا كانت جميله جدا بفستانها. عايزين هنا لو سمحتوا، هنا طيب. هنا كانت اطلالتها جميله جدا زي ما انتم شايفين، كانت زي القمر، كانت طبعا هي باربي، يعني كل الناس طبعا بيقولوا عليها جميلة. باربي مصر هي كانت زي القمر، وناس كتير حبوا فستانها وشافوه لايق عليها. حلو قوي. عندنا كمان انجي المقدم، مفيش حد ما اتكلمش على الفستان ده نهائي،
في كل السوشيال ميديا عامه. الفستان بتاع انجي المقدم كان حلو جدا وكان لايق عليها ومحدش قال عليه الا جميل. بصي تحسي ان الستايل كده الستايل فراغ ورقيقه جدا. انا بقول لك ستايل مختلف ولذيذ فعلا. او من احلى طبعا الفساتين كان فستان انجي المقدم زي ما احنا شايفين. وعندنا طبعا العظيمه يسرى اطلالتها كانت متميزه جدا جدا وكانت حلوه قوي. محدش طبعا اتكلم على فستان يسرى باي سلبي. كانت الكومنتس كلها كانت ايجابيه على الفستان وعليها كانت زي القمر لذيذ ما بتكبرش يسرى خالص. عندنا طبعا منى زكي اللي كان في اجماع كبير جدا على تكريمها زي ما قلنا. وفستانها كان حلو جدا 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 وشيك قوي جميلة سندريلا. وليلى علوي بقى اللي ما بتكبرش زي عمرو دياب. دي جميله بحبها. كل الكومنتس ما كانتش غير حلوه على فستانها. كان الناس كتير قوي قالت جميله ما حدش اختلف على انها كانت زي القمر. كان زي القمر فعلا. عندنا كمان ريهام عبد الغفور كانت تحفه بجد. انا عاجبني الفستان قوي. فستانها كان جميل جدا قوي الشعر ماشي ومع الميك اب شكله جميل جدا. كان الفستان شيك جدا جدا وكان اختيارها للفستان حلو جدا. ناس كتير بصراحه حلو قوي عجبها الفستان قالت عليه حلو قوي بصراحه. وانبسطت كتير الناس بفستانها. عندنا كمان طار عماد جميله جدا وسامبل قوي وشيك وكان فستانها هادي وعجب ناس كتير. كان فستانها حلو قوي. انا شخصيا الفساتين اللي احنا عرضناها كانت حلوه وعجباني. عندنا كمان ميس حمدان كانت زي القمر. ناس كتير عجبها الفستان وحبته. فستانها كان جميل جدا. عايزين ميس وكان تحسي بدفى يعني فستان ميس كده كان تحسي بدفى. طار عماد برضو فستانها كان حلو جدا زي ما احنا شايفين جميلة. عندنا برضو اروى جودة كان فستانها تحفة يعني ناس كتير حبيته. بس في اجماع على ان في 50 و50. ناس عجبهم الفستان قوي وقالوا ان الفستان جميل جدا بتاع اروى وناس برضو ما عجبهاش بس الاجماع على ان اروى جودة في اي حاجة بتلبسها بتبقى حلوة عليها زي القمر. هنطلع تقرير لزميلتنا تقى الأباني سجلته عن موضوع الصدف. وهنرجع ونروح نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. سيد المنأدي التابع لمركز أشمون محافظة المنوفية قرية رائدة في فن صناعة الصدف في مصر. يعمل معظم سكان القرية في هذا المجال وعلى الرغم من التطور العلمي لم تستطيع أي دولة القيام بهذه الصناعة على الآلات. هذه الصناعة منتشرة فقط في المنوفية أما في باقي محافظات مصر لا يوجد هذا الانتشار الرهيب. معظم دول الخليج والدول الأوروبية يتم تصدير لها المنتجات والجدير بالذكر أن النساء أيضا تعمل في هذه المهنة. معنا الحاج محمود دقوطة من المنوفية صاحب أكبر ورشة صناعة صدف في سقيف المنأدي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. محمود أبو قوطة من قرية سقيف المنأدي مركز أشمون محافظة المنوفية. تعلمت هذه الحرفة في خير خليلي سنة 62 ولما خلصت الجيش سنة 77 جيت اشتغلت في القرية وعلمت القرية كلها هذه الحرفة. علمت جيل كامل بقى. نعم. حضرتك اشتغلت من سنة 77 يعني بقالك 43 سنة بتشتغل في الحرفة دي في القرية. ومن حظ المهنة ديت ان انا جيت قعدت في المنوفية لان المهنة انقرضت في مصر. يعني شغال في مصر دلوقتي فاتحين ورش مصر 2% في المهنة دي ناوي يسابوها. واللي مشغلين هناك حاليا دلوقتي في الورش اللي هناك ناس عمالة من سقيف المنأدي من اللي معلم. بالتأكيد ان صناعة الصدف دي بتدخل في كذا مرحلة. ممكن حضرتك توضح لنا المراحل اللي بتمر بيها صناعة الصدف؟ شغل الصدف اسمه شغل تراث اسلامي قديم. اجدادنا دخلوه في جميع المواليه في اوض النوم وفي السفر وفي الانترهات وفي البرفانات وفي التسريحات في جميع اي حاجه. شغل التراث الاسلامي القديم اللي اجدادنا ورثوه لنا شيء عظيم. يعني من اعظم شيء اتصوره انا شخصيا ان اجدادنا ورثوا هذه الحرفه العظيمه ديت شغل التراث الاسلامي القديم ده.
جميل، الدخل بيكون ازاي خصوصا ان حضرتك بتعتمد اعتماد كلي على العمل ده؟ طبعا الصنعة بتاعتنا دي شغل فن، يعني اما انت شفت دلوقتي الفازات، شوف الفازه متطعمه بالصلاه ازاي. في واحد فنان بيشتغل على قد قدره فنه، يقوم يحط بلاستيك، لان فنه هو ما هوش واسع، يقوم بيحط بلاستيك لانه ما عندوش امل في نفسه ان هو يحط صدف ويحط ده ويحط ده والشغل يطلع مظبوط على ما يرام. انا عامل فازه انت شفتها النهارده اهي، كلها صدف، كلها صدف، ما فيهاش بلاستيكات ولا اي حاجه خالص صدف. ليه؟ لان كلها فن. لكن الشغل الفن الصدف التراث الاسلامي القديم عشان تعمليه على وضعه اللي اجدادنا سابوه لنا، ما تحطهاش في بلاستيكات خالص. طب وظروف الكورونا طيب اثرت على التصدير خارج البلاد ولا ايه؟ لا، ولا الكورونا اثر علينا اكثر، اكثر شيء في مصر برضه تاثر علينا احنا، لان احنا شغلنا تراثي، شغل التراث الاسلام قديم، لما السايح بيشوفه بينبهر. يعني مره سايح جه واتفرج على الشغل، انا لما بشوف الشغل ده شعري بيقف، يعني شفت راجل عشان هو راجل حساس، راجل يعني راجل فاهم. قال لي لما اتفرجت على شعره وقف ليه؟ بيقول لي ليه؟ قلت له عشان انت اللي راجل فاهم. ما الراجل فاهم اي حاجه ايه تشده لانه فاهم. كلام سليم. الصنعه دي صنعه عظيمه، صنعه لاصول الدوله تحافظ عليها، لان دي الصنعه دي مش موجوده في اي، زي ما انت قلت كده، مش موجوده في اي دوله في العالم. الصين حبت تعمل عمليات على ورق والورق منفحل. ناس كتير في الدول حبوا ينفذوها ما نفذهاش. اتمنى ان دولتنا، الدوله اللي هي يعني مذكور عليها ان يقول لك دوله تراثيه اسلاميه، ده برضه شغل اسمه شغل تراثي اسلامي، اجدادنا ورثوه لنا، وشغل فن فن فن. اي حد بيبارك البيت اللي بيخشه، شو بتاع ده ما يخش بيت بيباركه، لان اسمه شغل التراث الاسلامي، يعني كلمه اسلام دي كلمه عظيمه. كلام سليم. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدنا ان هيعمل لنا معرض باذن الله في المدينه الاداريه باذن الله، وهيكون لنا باذن الله مكان هناك في المنطقه العظيمه اللي هو عملها دي. نعم باذن الله. مين اكتر ناس بتحب تشتري الصدف او المنتجات دي من حضرتك؟ الاوروبيين. الاوروبيين يعشقوا الفن، يعشقوا صنعتنا. السياحة، رخل السياحة. أنا وأنا عندي 9 سنين السياح جونا في خير الخليلي، قعدوا جنبي على المكتب وأنا بشتغل، على التزغ وأنا بشتغل، شافتني وأنا برص وبرد زبازق، راحت بيساني. كنت صغير، كنت تعبان من الصنعة، صنعة مش فيها شقة. أول ما بستني وفرحت بيا وأنا بشتغل كده، حبيت الصنعة وما رضيتش أسيبها، وطورت فيها وأنا صغير. يعني أنا بطور فيها، الصنعة بطور فيها وأنا صغير، وانا عنده استاذي، يعني عندي اللي بيعلمني المهنه، انا طورت في المهنه عنده وانا لسه بتعلم، لان حبيتها، واللي بيحب شيء لازم ينجح فيه. صناعه الصدف مهنه تراثيه تستحق الرعايه، مهنه تتمتع بفن فريد، ويطالب اصحاب الورش بضروره عمل معارض بصوره مستمره لعرض المنتجات والتسويق لها بصوره اكثر، حيث ياملون العاملين في هذا القطاع ان تعود السياحه مجددا وفتح اسواق بديله تمثلت في تنفيذ الاساسات والديكورات المنزليه حتى لا تنقرض. كانت معكم طوال اباني من برنامج بدون سابق انذار، قناه الصحه والجمال. رجعنا لكم بعد الفاصل، لسه بس الفيديو بنشوفه، فهنرجع نتكلم تاني في مهرجان القاهرة السينمائي واللي حصل فيه. كان طبعا زي ما قلنا كان حاجة جميلة جدا وعظيمة جدا، جدا يومية، وكانت حاجة مشرفة جدا جدا جدا. دي حقيقة بصراحة، العالم كله واقف، كانوا زي القمر كله، ده غير الفساتين وغير الممثلين وغير الحاجات دي، العالم كله كان واقف عن المهرجانات او عن الافلام او عن الحاجات دي او السينما عامه. كان كل العالم واقف ان يحصل مهرجان زي ده وفي توقيت زي ده،
حاجه طبعا حلوه، وغير ان جايين ناس كتير من انحاء العالم كتير قوي عشان يحضروا المهرجان. مهرجاناتنا مشرفه جدا والعالم كله بيحلف بيها. اه دي بصراحه هتلاقي دايما الناس عينيها على المهرجانات بتاعت مصر، ان هم حابين يشوفوا هو مين اللي هيغني فعلا. هو مين اللي حضر المهرجان، فيها دايما جديد متنوع، واختيارات الفساتين كمان بتجذب الناس، تلاقي الناس سايبه كل حاجه قاعده مركزه على الفساتين. انا شخصيا الفساتين ده اهم حاجه طبعا بالنسبه للامنيه. الفساتين والموضه والشعر والميك اب كانت عجباني قوي يا هدير. اكتر تسريحه شعر عجبتك يا امنيه كانت ايه بصراحه؟ انا اوريدي بصي انا بحب الليس عامه، يعني انا عجبني ريهام غفور عبد الغفور جدا. الدريس فعلا انا لسه كنت معلقه فعلا عليه، وعجبني طبعا منى زكي برضو كان يعني كانت جميله جدا فعلاً. وكانت زي القمر ما شاء الله عليها. وطبعا التكريم اللي هي اتكرمته بجد كانت تستحقه على مشوارها السينمائي الجميل. بصراحه هي تستحق الموضوع ده. صح فعلا. او السنه اللي فاتت تقريبا اللي خدته منى شلبي، انا ما اذكرش السنه منى شلبي هي اللي اتكرمت السنه اللي فاتت، والسنه دي كانت منى زكي تقريبا. ايوه بالظبط. وعلى فكره منى شلبي هي اللي قدمت منى زكي. ايوه وطبعا الافتتاح بتاع الحفل للمهرجان تامر ليه طله حلوه جدا بالظبط. عجبتنا كلنا، فرحتنا، الاغنيه كانت مبهجه بشكل غير طبيعي. انا حبيتها قوي، وحتى الموديل ورقصاتهم كانت طبعا جميله جدا. انا لاحظت حاجه بقى جدا، ان منى شلبي وهي بتقدم منى زكي كان باين في عينيها الفرح بجد. عارفه انت اشعار الصداقه والفرح قوي. مش كل الناس بتفرح لبعضها، وبالذات في الفتره دي امنيه لما بتشوفي حاجه زي كده بتبهجك، عارفه بيبقى فيها فرح جواكي. حتى الحاجه دي لو مش ليكي، بس لو حقيقة. لقيتي اتنين بيشاركوا بعض او بيهنوا بعض فعلا من قلوبهم بالظبط، وبضحكه وبروح حلوه. عارفه الروح الرياضيه دي اللي هو انت كنت واخداها السنه اللي فاتت وجات السنه دي، انت اللي بتقدمي اللي هتاخدها. مفيش مشكله خالص، مفيش طبعا، مفيش اللي هو نفسنا، مفيش الكلام ده. لا بصي ده طبعا ما بينطبقش على جميع البشر. احنا أكيد. طبعا عندنا ناس بتنفس، وعندنا ناس صح. ما بتحبش لبعضها الخير، وعندنا ناس كتير مش حابه الموضوع. عشان كده انا علقت ان كون ان انت تشوفي حاجه زي كده في الوقت ده وسط الناس الكتير صح. اللي بتبقى من نفسنا ومن روحها مش حلوه، يعني احنا بتبقى حاجه حلوه ومبهجه. حتى ايوه بالذات في زماننا ده بالذات في ناس كتير قوي كده. طبعا احنا بعكس زمان يا بنات، يمكن زمان كان الموضوع ده موجود بكثره، لكن دلوقتي لما بنشوفه لا، يعني ايه الجمال ده، ايه الحلاوه حاجه حلوه. يمكن زمان كان ده المعتاد ان احنا بنفرح لبعض، لكن دلوقتي نادرا جدا لما تلاقي حد بيفرح لحد للناس. وبرده احمد حلمي لما وقف وساند زوجته بجد اتبسطت جميله جدا جدا جدا، حاجه رائعه. الرجاله المفروض يتعلموا يا جماعه. عايزه اقول لك ان الناس تعلموا لكم حاجه. اتكلمت على الصوره وقالت ان قد ايه الصوره جميله، وقالت ان قد ايه صوره مبهجه جدا، وقالت ان صوره حاجه رقي فيها معاني كتير، فرحان بيها جدا، وان هو مبسوط باللي هي فيه، وان هو بيقعد يصورها وبيقعد يعيط لما هي تطلع تعيط، حاجات كده حلوه جدا. نتمنى نجاحها، نتمنى يا هدير، نتمنى ان بالفعل ده يحصل في كل العلاقات، يعني سواء بقى مخطوبين او متجوزين، لو مراتك او خطيبتك او ايا كان حاجه زي كده. صدقني الطرف يعني سواء البنت او الولد لما يفرحوا لبعض فعلا من قلوبهم في العلاقات طبعا سواء خطوبه او جواز، فده هيخلي عندهم الروح المعنويه، وده اللي بناكد عليه دايما. طبعا عارفه لو ده حصل الموضوع هيبقى حلو جدا. عارفه لو فرحوا لبعض يا هدير العلاقه زي ما انت بتقولي كده علاقه ناجحه، لكن توكسيك يعني ريليشن شيب بتبقى العلاقات السامه بتبقى غيره، لا مؤسفه قوي، وبتنتهي بالفشل وتعب اعصاب وزعل يا ربي. وده يمكن اللي بنشوفه في نسبه دلوقتي اعداد الطلاق كتير، نسبه كبيره جدا. هو اعداد الطلاق وبس، اعداد الطلاق وعاده والمشاكل والخيانه يا جماعه والمشاكل. انت شفتي وانت ما تعرفيش كمان المشاكل اللي بيبقى في العلاقات بتبقى قد ايه، بتخليه علاقه سامه. اهم حاجه ان الناس اللي بتتفرج على كل حاجه خدوا بالكم ان انتوا لازم تتعلموا من كل حاجه بتشوفوها، يعني العبره في كل حاجه. سواء لو حاجه وحشه تبقى عامل حسابك ان انت ما تقعش في الحاجه الغلط دي تاني، ولو حاجه كويسه اتعلم منها حاجه تفيدك في حياتك مع زوجتك مع اولادك. يا ريت يا هدير بجد، يعني ناخد الحاجات دي كده حاجه، يعني حاجه مبهجه دي حقيقه، يعني ناخدهم قدوه
صح، خدهم قدوه خدهم قدوه. للاسف في ناس كتير مش واخده الحاجات دي قدوه، وناس كتير بتتريق فعلا ناس كتير قوي بتتريق. وايه ده بيمثلوا؟ في ناس بيقولوا بيمثلوا، مع ان على فكره ده يا جماعه والله مش تمثيل، ده دي حقيقه بيبقى باين. دي حقيقه مش تمثيل خالص، لان هو فعلا كان فرحان لها من قلبه، وكان بيشجعها وكان فرحان بيها. وده الراجل بجد، ده اللي يتقال عليه راجل بجد. خليكم عارفين ان الراجل دايما سند لزوجته، ودايما في ظهرها، ودايما معاها وجنبها. بالظبط يا هدير. احنا عندنا تهاني. أيوة. اتفضلي قوليها اول واحده. معانا تهنئه. تهني ثواني، ممكن أوكي. اقول التهنئه بتاعتي؟ انا اسفه، اتفضلي. عندنا المهندس احمد، تهنئه للمهندس احمد شهاب الدين، صاحب مجموعة شهاب الدين العقارية، بنتمنى التوفيق والنجاح طبعا لي. وللمهندس طبعا أحمد أبو زيد، والأستاذ نار السورد، أستاذ أحمد، المهندس أحمد أبو زيد، والأستاذ أمير الجزدار في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عن دائرة 2020، عن 20 انتخابات مجلس النواب 2020 عن دايره منوف ومدينه السادات. طبعا الف 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 مبروك ليهم، ونتمنى طبعا التوفيق والنجاح ليهم جميعا. معانا التهنئه الثانيه. تهني اسره البرنامج، وطبعا انا عشان هي اختي ريهام سامي عبد الفتاح. بمناسبه عيد ميلادها، كل سنه وانت طيبه يا روري. كل سنه وانت طيبه يا روري قلبي. وبكده تكون خلصت حلقتنا. بقى هقدم شكر لوالدي ووالدتي على دعمهم ليا دايما، كل الشكر ليكم. الوقت خلص.